كمان الناس كملت الكاش اللي عندها وكملت قروش في البنوك، يعني الحاله بصوره عامه صعبه صعبه جدا. الناس الواحد يقول لك والله نحن اليوم بناكل وجبه واحد، الان الوجبه واحده ذات بقت صعبه علينا. الحاجات بقت غاليه عديل، لا بقينا ما بنقدر ناكل ذاته. فطور ده زول جاسف جاسف يمكن ياكل. غدا ده ما بي من زمان لنا وجبتين بس قاعد ناكله. وجبتين بس قاعد ناكله. هسه وجبه الثانيه ده اللي نخليه. بالرغم من الغلاء الحاصل ده في البلد، ارتفاع في الاسعار، يعني نحن كنا كتاجر قطاعي الحاجه يعني المزعجانا اكثر من الحاجه ان نحن كل يوم بنمشي في السوق نجي السعر. لا لا السكر كان من 75، كان اللي هو السكر 55 كيلو كان من 75، هسه حاليا عامل 130، فيعني حاجه غير منطقيه جدا جدا، يعني احنا ما قادرين نتعامل معاه. يعني عندك الدقيق ما كان مثلا الكيلو كان ب 1000 جنيه بقى ب 2000 جنيه. الحرب دي بدات فزياده، بقت متوقعه تحتيها لحظه. اللي اليوم بيسعر مثلا ب 10، بكره ب 15، بعد بكره قصدي ب 20، بعديها ترجع ثاني 10، فالزياده بقت مؤثره جدا على المجتمع السوداني، حتى على التاجر، حتى على المواطن، والمواطن هو الضايع في الحاجه دي. يعني بين الجهتين، يوم الليله ربح بكره خساره، يعني بقت الحاجه دي غير مناسبه علينا حتى في بين المواطن وبين التاجر. طبعا الزيادات الاخيره حس يمكن لها اسبوعين او اكثر، زيادات يعني كبيره شديد، يمكن كل المواد او نصها او يمكن 90% زيادات، سكر، الزيت، الدقيق، الرز، العدس، حتى نسبه الشير بالنسبه للمبيعات بتكون شنو قليله. حتى تقبل المواطنين يعني ما في تقبل. انا كمواطن دخل التعليم ما بيسمح لي ان انا اغطي الاسعار الجديده، فاي حاجه بقت غاليه. انا زمان ممكن كنت 10000 بتقضيني، هسه بقت ال 10000 ما بتعمل لي اي حاجه من مواد الحياه، المواد الاساسيه بالنسبه للعيش والسكر والدقيق والزيت، الاسعار بقت طايره السماء. يعني التجار بيقولوا الدولار زاد، في نفس الدولار نقص، لكن ما في حاجه نقصت من الاسعار، فدي شكلت مشكله خطيره جدا. الارتفاع بتاع الدولار اللي حصل في الاخر ده تقريبا بقى 3000، يساوي 3000 جنيه سوداني، فده اثر طبعا علينا تاثير كبير جدا في حياتنا. طبعا الحياه الاساسيه المعاش بتاعتنا، زيادات في السلع الاستهلاكيه عامه، اللحم، الدقيق زاد، العيش كانت 8 بيعادل 1000 جنيه بقت 7، ومتوقع انها تبقى 5. ده الحاجات البسيطه كنا قاعدين ناكله. ها لحم ده خلينا زمان، بطاطس كيلو ب15000، زول لما زادوا انت ما حياتك قدر شنو؟ ما حياتك قدر شنو؟ ما حياتك ده اقل شيء 200 ما تعمل. ها زول عنده اطفال يعيش كيف يا جماعه بهنا ده؟ بالغلا وبطريقه ده. بالنسبه للسلع الاساسيه اللي هو زي الدقيق والسكر، يعني هي اصلا جت تجيني من اوت سايد اللي هو من جمهوريه مصر العربيه وعندك المملكه العربيه السعوديه، فالحاجه دي يعني هي حتكون في قيمه مضافه بتاعت الترحيل، قيمه مضافه بتاعت اللي هو حتى المورد، فالحاجه دي انه بقت مؤثر تاثير كبير جدا. فحتى السوق ذاته انه في منتجات كثيره على حسب انه الحروب اللي هو موجوده في الخرطوم، المصانع اللي اتدمرت دي، بقينا بنعاني من الحاجه دي. نحن الحمد لله يعني بكل صراحه بالرغم من هذه الحرب السلع متوفره، ما في جوع، الدقيق متوفر، الرغيف متوفر، السلع كلها متواجده في السوق بكثره. بالرغم من هذه الحرب ما حصلت انقطاع اي سلعه في السوق، لكن حصل الغلاء. يعني الراتب ده تعبان، في عندنا معلمين موظفين ما عندهم رواتب، ما صرفوا لسه. يعني الشغله ذاته صعبه بالنسبه لنا شديد. حتى نحن كتجار يعني الشغله برضه مؤثره معانا. الزيادات دي يعني بتاثر فينا شديد. يعني تلكت والسكر ب 85 بنمشي نبيعه ب 90 مثلا، وتمشي تشتريه ثاني تشتريه ب 115، حاجه ما معقوله. عفير الحكومه هي منشغله بالحري، لكن برضه باقي التجار يعني على كيف، يعني التجار محتكرين الحاجه قاعده في المخازن. ده بيجيب زيد السير بيقول لك انا بشتغل بالدولار، الدولار ده فعلا الدولار الحكومه ما قصرت، نقصت الدولار ورمته الارض في يوم وليله. هنا تاجر بيجي يقول لك بنفس السعر، ليه؟ يقول لك انا هنشتري بسعر قديم. الدولار ده زاد في 3 يوم وفي يوم وليله نقص رمى الارض. فانت اشتريت بوين؟ هيقول لك لا انا هنشتري، ما عارفين نصدق منهم. انا هسه حاليا صادر ما في. يعني هسه الليله معظم اللي هو
مناطق زي مثلا دارفور، عندك اقليم النيل الازرق، جبال النوبه، الاقاليم دي كلها ان هي مرقت من يعني مرقت من اللي هو الخدمه بتاعت الانتاج، يعني بقى ما في صادر او عائد للبلد. فدي واحده من ضمن الاشكالات يعني اللي هو يعني ارتفاع الاسعار. طبعا احنا طبعا انا موظف في الدوله، وحتى الموظفين وكل العام المزارعين بيعانوا يعني نفس المعاناه. طبعا المرتبه ما الدخل بسيط، ما بيقضي لكل الموظفين، كل هياكل الدوله. يعني حتى اتوقع الوالي ما بيكفي مرتبه ناهيك عن العمال وغيرهم. فدي معاناه كبيره، والكلام ده من بدري حتى من قبل انهيار الجنيه ووصوله الى 3 ما يعادل الدولار 3000، كانت المشكله غايمه وحتظل غايمه. طبعا دي ظروف الحرب ومتوقعه جدا. اي زول متعسر بكلام الغلا ده، اي زول بيتكلم ناس في الشعر ماشين تتكلموا براهم، بعد الناس زارين يجينوا ساطعين كده ده، يعني زول قاعد تلقى ماسك راسه قاعد كلام بيه ما في. ها في جيران تمشي غلا بس، يعني كلام ثاني بيه ما في، ماشيين السوق غلا بس، مواصلات غلا بس. عندي 9 نفر هنا في البيت، 9 نفر ده يعني بالغلا ده فطور براه يخلف يعني 20000. ها ناس شغالين شنو؟ شغل ما في. زول يمشي يشتغل ما يلقى قروش، يقولوا قروش ما في. باقي لنا شنو؟ ده حرب تاني حرب فيه، لكن ده حرب تاني بقى لنا خلاص. السودان ده يعني راسنا دير كده درب، خلاص راسنا ده يتدرب. زول ولا يقدر يقبل جاي ولا يقدر يقبل جاي.